من وحي الطبيعة التهامية ينبثق المبدعون متفوقين بالفطرة تأهيل كبار الأكاديميات. فهذا القصاب طاهر الحندج صاغ ميوله الفني أداة وهواية من صلب الأرض التي رعى بها غنمه حين كان طفلا، وكان الزفة أيوب الملهم الأول لتشكل موهبته. ايش اول اغنيه؟ ايوب طارش عبسي. ايش اول اغنيه؟ يا نجوم يا قمر. يا نجوم يا قمر، ممكن تسمعنا؟ كبر طاهر وكبرت موهبته وتحول من هاون إلى مبدع معني بإعادة إنتاج التراث اليمني وتوثيقه بلغة صوتية أخرى من أسفل بناية قيد الإنشاء، حيث يقيل هنا ويأوي كحال كثير من المبدعين. غير فيصل، غير فيصل، غير فيصل جنادي. ايش ايش غير فيصل؟ جرادي. جرادي صنعان يعني. ايش الاغنيه؟ كله ذوق كله رجه. وبصفة خاصة أسهم طاهر بترسيخ الموروث التهامي في الذاكرة الجمعية لدى الأجيال المعاصرة من خلال مشاركاته المستمرة والمجانية في الأعراس والمناسبات وحتى في أماكن التجمعات اليومية. الرقصات الشعبية التهامية إيش؟ أقفى فرساني إيش؟ شنب. فرس. شنب. الشنب. أيوة. يلا اليوم خارج وسريع. الحندق في الحقيقة يعني يضيف لهذه المنطقة وللناس في هذه المنطقة الطابع الحياتي الجيد والجميل بمعزوفاته التي يمارسها حفاظا على التراث التهامي والعزف على القصبة. الحندق موهوب وهناك مواهب عديدة في هذه المنطقة ولكن لم تجد الرعاية. لم يحظ طاهر بمشاركة رسمية أو عمل موثق يحتفي به سوى هذا التقرير، لكنه يحظى هنا بحب الجميع ويتمتع بدور سلطان السعادة الذي لا يبخل على أحد من القلوب حوله. محمد المغاربي المهرية لبرنامج أسبوع البلد من القطابة شمال الخوخة.